بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفتنا اليوم هي عبارة عن دلك لتبييض الجسم وترطيبه. تدخل في تركيبتها الحناء، الحناء الورقية طبعا وليست الحناء الخاصة بالصبغة، الحناء الورقية والمعروفة بفوائدها التجميلية الكثيرة، لها فوائد كثيرة للتجميل والجسم كذلك. من فوائدها لأجسامنا الوقاية من الفطريات، تخفف من آلام الحروق، كذلك تعمل على علاج الأمراض الجلدية بالجسم كحب الشباب والأكزيما والدمامل، وكذلك تعمل على معالجة تشققات الأقدام الناتجة عن الجروح المزمنة كجروح مرضى السكري، وتعمل أيضا على تقوية الجلد. نحتاج في هذه الوصفة إلى وصفة دلكة الحنة لإزالة اسمرار الجسم وتوحيد لون الجسم، وهذه النتيجة من أول استخدام ستلاحظونها. نحتاج لصابون الجليسرين، هذا هو صابون الجليسرين إذا كان متوفر. إذا كان غير متوفر، صابون الجليسرين يمكن تعويضه بأي نوع صابون طبيعي متوفر عندكم، مثلا صابون الغار أو صابون الـ زيت الزيتون، يعني الصابون النابلسي. ولكن صابون الجليسرين رائع جدا في هذه الوصفة. لمن طلبوا مني شكل الصابون، يأتي بهذا الشكل، شفاف ومغلف فقط بهذا الشكل، يباع في الصيدليات. ونأخذ الحنة الورقية وماء الورد. طريقة عمل الوصفة، نأخذ ملعقة من صابون الجليسرين، يكون طبعا مبشور، ونضع عليه كوب من ماء الورد. إذا كانت البشرة حساسة لماء الورد، يمكن الاستغناء عليه وتعويضه فقط بالماء العادي. نقوم بتذويب الصابون سواء على نار هادئة أو نتركه لمدة ساعتين كي يذوب نهائيا. بعد ما يذوب الصابون بهذا الشكل، صابون الجليسرين، نقوم بإضافة الحنة، ملعقة طعام كبيرة من الحنة الورقية الخضراء، ونخلط جيدا المكونات. طبعا الصابون سيتجمد معنا ونتحصل على خلطة صابونية لدلكة الحنة الرهيبة لتبييض الجسم وتوحيد لونه. الآن أصبحت دلكة الحناء جاهزة للاستعمال. طريقة استعمالها، عند نهاية الاستحمام نقوم بتدليك دلكة الحناء على الجسم بأكمله، وتركيها بعض الوقت تقريبا لمدة 5 دقائق، وبعدها تغسل جيدا بالماء الفاتر ثم الماء البارد، وبعدها الشطفة الأخيرة تكون بماء عليه ماء الورد لإزالة رائحة الحناء لمن لا ترغب في رائحة الحناء.
وتستعمل خلطة الحنة مرة واحدة فقط في الأسبوع إذا كان الإسمرار عادي. إذا كان الإسمرار شديد استمر عليها إذا كنت عروس 3 مرات في الأسبوع، هي من بين الدلكات الفعالة لتبييض الجسم ومجربة وناجحة 100%. يمكن الاحتفاظ بدلكة الحنة في علبة محكمة الإغلاق في الثلاجة لمدة 2 أسبوع كاملين. طبعا وقبل استخدامها قومي بتسخينها على حمام مائي. الدلكة صالحة الاستخدام للحوامل والمرضعات، يمكن استخدامها وبكل أمان. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.